كبدات ديالي، واحد السلام عليكم ومرحبا بكم في شيوات ام سليمان. اليوم واحد الكيكه غزاله وخفيفه وسهله واقتصاديه ومكونات في كل بيت، ان شاء الله غتعجبكم وتكون عند حسن الظن ان شاء الله 100%. وغادي نقطع لكم واحد الطريه باش تزيدوا تشوفوها. بسم الله، هي بقى ان شاء الله عدلتها وغادي تشوفوها وغتعجبكم ان شاء الله باذن واحد الاحد. شوفوا الكبدات ديالي وسهله وخفيفه، شوفوا شوفوا الكبده ديالي، شوفوا كتجي فنه 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 فنه، ويا ربي تقيسوا تجربوها وتعرفوني على من كنهضر. واحد الحاجه اللي سهله واقتصاديه وخفيفه، سهله مهله، ونتمنى يا ربي تعملوها وتعودوا عليها. ودابا يلا نمشيو للمقادير والطريقه، طريقه التحضير ان شاء الله يا ربي. وعواشركم مبروك الكبيدات، يلا معايا. كبيدات ديالي، صباح النور والياسمين وصباحكم سعيد، نتمنىكم يا ربي تكونوا احسن الصحه والعافيه ان شاء الله. وبشركم بركه، تدخل عليكم الصحه والعافيه ومغفره الذنوب يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ويلا نبداو الوصفه ديالنا. واحد الكيكه كتحمق لذيذه وخفيفه واقتصاديه ولذيذه، وهانتوما عادي تشوفوا تبعوا خطوه خطوه ان شاء الله غتعجبكم. ساهله وخفيفه، عندي هنا 5 د البويضات. الا كانوا كبارين الكبيده تعملوا غير 4، حيت انا عندي صغير رينشو وعملت 5. هي كتدي 4 د البيضات كبار. وعندي قميصه د الملاحي كظهر تما مرشوشه المليحه، ما نساوهاش عمرنا. عندي واحد جوغورت هنايا ديال الحامض، ها هو جوغورت الحامض. عندي كاس د الزيت د العنبه ديال الزيت نباتي، كاس د العنبه ماشي معمر بالنشا، كاس د العنبه السكر، كاس عنبه ديال الحامض. بالحق عندي واحد الرضيمه فيه الصبيغه وفيه هذه، انا كثرت الماء، هذا الماء والماء دافي ولا سخيخن شويه، ما دافيش بزاف ويكون سخون شويه. هذا عندي هنايا ديك الماء اللي كان عندنا فيه المذاق والكولور، وانا عملت الماء وعملت فيه شويه واحد المغرفه. عملوا اللي بغيتوا نتوما، المهم الكاس د الماء يكون سخيخن. عندي فينيه، ها هي فينيه ليكيد، باقي لي واحد شويه هو اللي غنعمل واحد الكوتشره. والطحين هي وما رفدت، انا دائما كنبقى في الطحين هي وما رفدت، يقول اللي بغى يقول شي حاجه. كيكونوا بحال دابا البيض عندي صغير، الا عملت 4 طحين ما غادي يمشي ليش كلشي. ونتمنى على ربي تكون نصيحه على قبل، هذه معروفه كاين كلشي بالعبر، ولكن البيض مثلا ولا الطحين، كاين الطحين كيشرب كاين الطحين ما كيشربش. البيض هذا صغير، هي كتدي 4، انا عملت 5 على قبل بويضات صغيرين و4 كبارين. ديك الساعه تما كتختلف المديده ديال الطحين، تقدر تدي لي واحد الكوتشره زايده ولا واحد الكوتشره ناقصه، ماشي شي حاجه ولكن هايده. ونتمنى تعجبكم الوصفه، ساهله واحد الكيكه، وبقاو معايا وكتجي غزاله لذيذه وساهله واقتصاديه، وكلشي عملها في الدويره ديالو، كلشي عندنا واجد في الدار. وبسم الله يلا نمشيو لطريقه التحضير. القليل ديالي عندكم بالنشا الاولانية، عادي هاد الخميرة ديالي 16 غرام، هانتوما كتقربو، والطحين شوية بشوية وحنا ماشيين معاه. الطحين هي وما رفدتها الكبيدة ديالي، حنا ماشيين في عاد تنساليو الطحين ديالي. هادشي الكيكة غزالة متاع متاع متاع، بغيتي تخرج لي هادي الكيكة يومية تشد تاكلوها الصغيرة ديالكم مع وليداتكم مع الشباب وراسكم، وتاو إلا جاو الضيوف أهلا وسهلا، حتى هي غزالة وكتغنى بالنجا. كنبقى نضرب فيها هايدة، اللي كنعمل في هاد الكيكة هي كنبقى نضرب بزاف، حتى كنحس بها اللي صافي عاد كنوقف في يدي مطحون. هاهي بدات كتكبر لي، غنزيد واحد الدفيعة ياخرى ديال هاد الطحين. هانتوما شوفو الكبيدة، ها هو
تشوفوا النتيجه ديالها كيف كتجي، وعدلوها وسهله وخفيفه. دابا الصلاه على النبي، غنضرب هذه اللحقاتيه مزيان هذا المحير صافي. عندي هاد الفاسطوله هنايا كنهبط من الخليفات، الفران ديالي كيسخن وفران الكيكه كيعرفوا اي هاتوما الكبيده تانا ساليس. دابا عندي الطاوه ديالي في النبيره، عملت لها شويه الزبيده، بغيتو الزيت بغيتو الزبده اللي بغيتو، عملته لها ودهنتها كامله وعملتها في النبيره. ودابا ان شاء الله غنجيبها نخويو الكيكه ديالنا. هانتوما الكبيدات، تحبقى واحد طريفه الزبده ما زولتهمش، ها خليتو فيها كاين حتى مشكل. ودابا ان شاء الله بسم الله نزيدو حتى شويه الطحينه فينا بسم الله، ونخويو الكيكه ديالنا. هانتوما الكبيدات، اسهل كيكه الكبيدات والله الا حايله واقتصاديه، وفيها المنظر كيجي مزيون وكتجي غزاله هشيشه ولذيذه. وبقاو معايا حتى تشوفوها كامله ان شاء الله يا ربي. ها هو الريسيطه سهله ماشي معقده، ماشي ما فيهاش بزاف كثر الحاجات، خفيفه تعملوها في الدويره ديالكم يوميا. الدراري يديو المدرسه يجيو يعملوا الميريندا سهله. ونتمنى يا ربي تعجبكم الكبيدات ديالي، ولا عجبتكم ما تبخلوش علينا بجيم واشتراك مع الحباب والصحاب، والله يرحم لكم الوالدين وعواشركم بركه والله يجازيكم بخير. ودابا ان شاء الله ها هي الكيكه ديالنا عندها خلال الفران، وملي طيب نوريها لكم الكبيدات ديالي. والكبيدات ها هي خرجت ان شاء الله تشوفوها معايا ملي نقلبها. ها الكيكه ديالنا كتجي كتحمق كتحمق كتحمق، دابا باقا سخيخنا بلاتي نقلبها ونوريها لكم الكبيدات ديالي. ها هي الكبيدات، ها هي فين هي، بغيتو تخليوها على هاد على هاد حميه على هاد الجنب هذا، بغيتي تقلبوها على جنب اخر قلبوها على جنب اخر. لا تبرد شويه ونزينها الكبيدات ديالي ونوريها لكم كنزينها ان شاء الله. هذيك انا ملي هذيك الشيء غير خفيف، انا بغيت نخليها هايده. بغيتو تقلبوها على الوجيوي ديالها يا اخر اللي مشقوق خليوها، ما كاين حتى شي مشكل، اللي مهم هي الكيكه كيف جات. ها هي فين هي تبارك الله ما شاء الله كتحمق. ونتمنى تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. بقاو معايا الكبيدات وما تمشيو لي فين. للتزيين ديال الكيكه ديالنا الكبيدات ديالي عملت واحد النقيطه ديال هذاك نيت ديال الحامض اللي فيه الكولور، كنعمل عليه شويه باش ما يجينيش يصفر بزاف. السكر كلاص كنبقى نكب شويه بشويه، عملت واحد ثلاثه ديال المغرفات وكنبقى نكب هذا السكر كلاص شويه بشويه حتى كنشوف الخليط ديالي مثلا نقدر نكبو ما يطيحش. مره خصني يعود لي هذا الشريطات الحق عاود ما يكونش خفيف بزاف، ان شاء الله تنزلو يسيح كامل. كنبقى نزيد هذا ما فيه حتى شي صعوبه، الا شاطلكم اولا شي حاجه تعملوه في واحد الجبان يستيتوا ديال البلاستيك وعملوه في النبيره، ولا الدجاج وين البوطي اللي بغيتو وتعملوه في النبيره. تحتاجوه نبل هاد الحاجات في الكيكه تخويوه في اي حاجه حيت فيه الحامض وكيجي بنين غزال. ها بركة عليها دابا هادي هانتوما الكبيدات. الامر سهل، جبت كل حاجه غير بسيطه. دابا ان شاء الله نزلوها هيدا وغادي نبقاو نخويوها هيدا مع الحويشيات ديالها. وهي تهود لنا هيدا عملوا على القياس اللي تقدروا تشوفوا الكيكه ديالكم. خصني تعود لي هيدا تعود هيدا عليها شويه كيجي المنيدر فيها مزيون هيداك. وتسابقي نعملوا هيدا ندهن كيف ما كان عشوائيه الكبيدات ديالي. هاو ملي كتيبس كتزيد تعطي البيوضيه، هي حيت فيها عندي هذاك ديال الحامض، انا ما عنديش بوحديتو، عندي فيه شويه ديك اللي فيه الصبيغه والمذاق ديال الحامض، وما كنبغيش نعملو بزاف باش ما يجيش صفار عليها. بقات هايده
الصفيفرة وكيجي بيا دبع بالحليب بوحديته، يعني ما عملتلوش الحليب هذا، شكيل اخر عاود. هي هذه الكبيدات، عندي واحد شويه ديال اللوز مشاطلي عاود من الحاجات، انتو كتعرفوا الدر دائما كيشيطوا الحاجات، بغيت نزينها بهذا الشيء ديال اللوز. ها وهالكيكه ديالنا واجد الكبيدات، وتاكلوها بالصحه والعافيه ان شاء الله، ونتمنى تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم، وبسيطه وخفيفه. ها نتوما كتشوفوا دابا غنخليها واحد شويه هنايا حتى تبرد مزيان، ونقطع نوريها لكم الكبيده ديالي، نوريكم واحد الطريف كيف من داخل كتجي كوم، تكون عند حسن الظن ان شاء الله 100%. وغادي نقطع لكم واحد الطريف باش تزيدوا تشوفوها. بسم الله هي بقى ان شاء الله عدلتها، وغادي تشوفوها وغتعجبكم ان شاء الله باذن واحد الاحد. شوفوا الكبيده ديالي وسهله وخفيفه، شوفوا شوفوا الكبيده ديالي، شوفوا كتجي فنه 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 فنه، ويا ربي تقيسوا تجربوها وتعرفوني على من كنهضر. واحد الحاجه اللي ساهله واقتصاديه وخفيفه، سهله مهله، ونتمنى يا ربي تعملوها وتعودوا عليها. ودابا يلا نمشيو للمقادير والطريقه، طريقه تحضير ان شاء الله يا ربي. وعواشكم مبروكه الكبيدات، يلا معايا.